أحد شيوخ البخاري كيف يبقى ثقة وهو يسخر بكتاب الله؟ جعل السقاية في رحل أخيه، قال جعل السفينة في رحل أخيه، قال فضرب بينهم بسور له باب، فضرب بينهم بسنور له ناب، سنور قط هر، يقول وإذا بطشتم بطشتم خبازين، ويضحك، قال وما علمتم من الجوارح مكلبين، وما علمتم من الخوارج مكلبين، يقول الخوارج، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألف لام ميم، ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ يعني يحل هؤلاء، لأن البخاري ومسلم خرج عنهم أن يلحدوا في كلام الله، ثم لا يحل لأمثالنا أن نعترض وأن نصرخ وأن نتصايح. تتحدثون عن الزندقة؟ مثل هذه هي الزندقة. الذهبي يقول، الذهبي يقول وهو على ثقته فيه دعابة، يعني يمزح بكتاب الله. أين تعظيم كلام الله تبارك وتعالى؟ قال لك من شيخ البخاري قطع الله لسانك. لا لا لا، ليس قطع الله لساني، قطع الله حماقتك. تصورات أسطورية أيها الإخوة تنسب إلى رسول الله، إلى ختام الأنبياء والمرسلين، وتتطرق إلى الصحاح، ثم يراد لنا أن نصدق أن كل ما في الصحيح صحيح. من أين أتيتم بهذا الأسطورة؟ هذه فرية، هذه فرية بلا مرية، هذه أكذوبة. يا رجل، رجال الشيخين جاوزوا القنطرة لا كلام فيهم. يا لماذا لا كلام فيهم؟ أنتم تتكلمون فيهم. يا جماعة يا إخواني، عقولنا ما عادت تقبل هذه المتناقضات. والله الذي لا إله إلا هو، والله الذي رفع السماوات بغير عمد، ما عدنا نقبل هذه الأكاذيب. هذه أكاذيب يا إخواني. سأتلو عليكم فقط مثلاً أو مثلين. المثل الأول، أحد شيوخ البخاري، هو شيخ جليل من شيوخ البخاري، عثمان ابن أبي شيبة، تعرفوا؟ أخو أبي بكر ابن أبي شيبة، عثمان ابن أبي شيبة، أحد مشايخ أحد مشاهير شيوخ البخاري، رحمة الله على الجميع وغفر الله لنا وللجميع. هذا الرجل عجيب، كيف للبخاري أن يأخذ عنه الحديث؟ مستحيل بالموازين الشرعية أن يؤخذ عن هذا الرجل الحديث. لماذا؟ لأنه يعبث بكتاب الله. أنا أقول لكم يسخر بكتاب الله. كيف يبقى ثقة وهو يسخر بكتاب الله؟ الذهبي يقول، الذهبي تعرفون الحافظ المؤرخ العلامة العظيم العليم بالرجال، يقول وهو على ثقته فيه دعابة، يعني يمزح بكتاب الله. ألم تقرأ سورة التوبة؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، كنا نخوض ونلعب، لعب بكتاب الله. وإذا بطشتم بطشتم، لا خبازين، يقرأها خبازين، يتلوها خبازين. عثمان بن أبي شيبة يقول وإذا بطشتم بطشتم خبازين، ويضحك، يقهقه في مجالسه العلمية. أخذ حديث رسول الله عن هذا الرجل. نعم، قال وما علمتم من الجوارح مكلبين، ها؟ وما علمتم من الخوارج مكلبين، يقول الخوارج الجوارح، يقول الخوارج عشان ذبح الخوارج، علموا الخوارج. وما علمتم من الخوارج مكلبين. جعل السقاية في رحل أخيه، قال جعل السفينة في رحل أخيه، سفينة في الرحل. يا ابن أبي شيبة، يا شيخ البخاري، غفر الله لك ولمن أخذ عنك العلم. أنا أصدق أن الحديث صح من طريق أمثالك، ما هذا يا أخي؟ والمصيبة هذا في كتبنا مكتوب، ويقول لك لعله تاب وأناب، غفر الله له، وهو على ثقته، يعني على موثوقيته أفصح، وهو على ثقته فيه دعابة. والله يعني يحل هؤلاء، لأن البخاري ومسلم خرج عنهم أن يلحدوا في كلام الله، ثم لا يحل لأمثالنا أن نعترض وأن نصرخ وأن نتصايح. حسبنا الله ونعم الوكيل. قال فضرب بينهم بسور له باب، فضرب بينهم بسنور له ناب، سنور قط هر كاد، فضرب بينهم بسنور له ناب، ويضحك. ما شاء الله ما شاء الله، هذا إلحاد في كلام الله. تتحدثون عن الزندقة؟ مثل هذه هي الزندقة، السخرية من كلام رب العالمين، تلاوة كلام الله على هذا النحو، هذا نوع من إنحلال العقدة. أين تعظيم كلام الله تبارك وتعالى؟ أين تعظيم كلام الله؟ قال لك من شيخ البخاري قطع الله لسانك. لا لا لا، ليس قطع الله لساني، قطع الله حماقتك. يبدو أنك أحمق، مغلوب على عقلك، يبدو أنك لا تزال تدأب وتواصل المراهنة على مثل هذه الأفراس الخاسرة. هذه أفراس خاسرة،
واحد يقول ماذا تريد أن تقول يا عدنان؟ أريد أن أقول مع احترامي لأئمتنا وعلمائنا ومشائخنا وكتبنا، ليس كل ما فيها صحيح، ليس كل ما فيها صحيحاً، فيها الصحيح وفيها دون ذلك. البخاري أكثره صحيح لكن فيه كم ليس بصحيح، وكذا مسلم هذا أقبله، وهكذا أحرز ديني وعقلي وأحرز نبيي، سمعة نبيي، صورة نبيي. لكن إن راهنتم على الخطة الحمقاء، أنا أسميها هذه الخطة الحمقاء، أن يصر علماؤنا كل ما في الصحيحين صحيح والموت دون ذلك، والموت دون، نقول لهم هذه خطة حمقاء. سيأتيكم ألف متشكك وألف ذكي وألف ملحد وألف يهودي وألف نصراني وسيقول لكم تفضلوا هذا نبيكم، أنا الآن سأقول لكم ما هو نبيكم من كتبكم الصحيحة، ولن يخرج معنا أيها الإخوة صورة لرجل كريم. أنا أقول لكم يمكن أن نفعل خطبة بهذا المعنى، ولكن حاشا حاشا أن أفعل هذا في حق مولاي وسيدي رسول الله. والله العظيم أحاديث في الصحاح فقط تصف الرسول صورة مشوهة جدا جدا، اعرضها على أي إنسان يقول لك كفرت بهذا نبيا، هذا لا أؤمن به، هذا لا يغريني، لا أحترمه، لا أحبه. وفي الصحاح مثل ماذا؟ اقرأوا الصحاح. المشكلة أن الأمة لا تقرأ، اقرأوا وسوف ترون، واقرأوا كتب العلم بسنور له. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ تعرفون كيف كان يقرأه شيخ البخاري؟ ألف لام ميم، ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ قال وين شيوخك يا عدنان؟ ما ليش شيوخ، لكن تعلمت، فتح الله علي وحكمت عقلي. هذا شيخ البخاري أكيد عنده مئات الشيوخ وما شاء الله، تعلم أن يقرأ ألف لام ميم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، علامة كبير شيخ البخاري. نحن حمقى وهم أذكياء، نحن مطعونون وهم أسوياء، نحن مرضى وهم أصحاء، أي عقل يقبل هذا؟ قال الذهبي فيه دعابة، الرجل يحب المزح. أبو الحسن الدارقطني رحمة الله تعالى عليه في كتابه التصحيف أورد من هذا أنموذجات أخرى لتحريف ابن أبي شيبة لكتاب الله، عودوا إليها، عودوا إلى كتاب التصحيف لشيخ الإسلام وإمام المحدثين أبو الحسن الدارقطني